مباشرة بعد تعيينه بالمسجد الكبير أبي بكر الصديق الواقع بحي الصديقية بوهران مطلع شهر أكتوبر المنصرم، اتخذ الإمام أول إجراء وهو تحويل باحة المسجد إلى سكن وظيفي، إجراء احتج عليه سكان الحي مؤكدين رفضهم للقرار. نحن لجنة حي 500 مسكن وحي كوربي بمسجد أبي بكر الصديق، نحن نندد بمحاولة استيلاء على مساحة خضراء بالمسجد وذلك لبناء مسكن وظيفي. احنا رانا هنا اليوم متلايمين على جال القضيه تاع بناء مسكن في مساحه خضراء تاع مسجد ابو بكر الصديق من طرف الامام الجديد الذي يقول هو راه يقول باللي انا هذا المشروع هذا نديه عندي ناس اللي راهم واقفين معايا وما على بالي حتى بواحد، يقول باللي غادي ندير مدرسه قرانيه، والمدرسه القرانيه موجوده راي في ملي خدمنا المسجد هذا من 88 الى يومنا هذا. القاطنون بجوار المسجد اكدوا لشروق نيوز ان الجامع يحتوي على سكن وظيفي كان ياوي الامام السابق، معتبرين ان المساحه الخضراء تعتبر متنفسا حقيقيا لحفظه القران. كاين مسكن وظيفي لازم يروح يسكن تما، علاش باغي يبنينا ويخسرنا المسجد ويخسرنا المساحه الخضراء هذه اللي يلعبوا فيها الارواد؟ هذه تابعه للدراري اللي راهم يقراو هنا في الروضه كي يخرجوا يلعبوا فيها، علاش يخسروا فيها كيما؟ حنا هذا الامام اللي جانا راه يدير لنا الفتنه بزاف، لحنا وحنا ماناش ضد العنف، حنا نطالبوا به باش يروح منا ويخلينا ويخلينا جامعنا هنا وما يديرناش الفتنه هنايا. هي إذا قبضة حديدية بين إمام ومؤتمن في انتظار أن تتدخل المصالح المعنية لفك النزاع واتخاذ القرار الصحيح درءا للفتن وحفاظا على حرمة بيوت الله.